صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 10 لسنه 2020 باعاده تشكيل اللجنه الوطنيه لمنظمه التجاره العالميه جاء فيه انه يعاد تشكيل اللجنه الوطنيه لمنظمه التجاره العالميه برئاسه وزير الصناعه والتجاره والسياحه وعضويه كل من وكيل الوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نائباً للرئيس الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أميناً عاماً للجنة الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عضواً الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات عضواً الوكيل المساعد للعلاقات المالية والاستثمار بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً مدير اداره العلاقات التجاريه الخارجيه بوزاره الصناعه والتجاره والسياحه مقررا للجنه مدير ادارة المنظمات بوزارة الخارجية عضوا، مدير ادارة التخطيط والسياسات الجمركية بشؤون الجمارك في وزارة الداخلية عضوا، مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة عضوا، مدير ادارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي عضوا، مدير ادارة التخطيط والتطوير بالهيئة الوطنية للنفط والغاز عضوا، مدير ادارة العلاقات الضريبية الخارجية بالجهاز الوطني للايرادات عضوا، المسؤول الوطني للأوزون بالمجلس المجلس الاعلى للبيئه عضوا، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين عضوا، النائب الاول لرئيس غرفه تجاره وصناعه البحرين عضوا، رئيس قسم التسويق بوزاره الشؤون الاعلام عضوا. الماده الثانيه يلغى القرار رقم 33 لسنه 2013 بتسميه اعضاء اللجنه الوطنيه لمنظمه التجاره العالميه.